في الوقت اللي كان فيه جوارديولا ومورينيو بيكسروا بعض في الدوري الأسباني، نجحوا في تكوين أفضل وأقوى فريقين كورة يمكن في تاريخ كرة القدم كمان. وللسبب ده ارتفع سعر اللاعبين الإنجليز بشكل مجنون أكتر من أي وقت تاني. تقول لي بقى إيه علاقة الدوري الإنجليزي بخناقة ريال مورينيو وبيب جوارديولا؟ مش أنت سألتني؟ أمال ده سؤال جميل، تعال بقى أنا اللي هجاوبك عليه في الحلقة دي. عصيرك التمام بقى في الحر ده وركز معايا وتعالى وانا اقولك. بعد انتقال ديكلان رايس لأرسنال في صفقة تخطت الميت مليون يورو خلال الصيف الحالي، بدأ بعض الجماهير والصحفيين في السخرية من سعر الصفقة المبالغ فيها بشكل كبير، وقالوا ان ديكلان رايس ده لو كان ايطالي او اسباني وبيلعب في دوري تاني غير الدوري الانجليزي كان بالكتير قوي اندفع فيه نص المبلغ ده، زي برونو جيماريش لاعب نيوكاسل او باولينيا لاعب فولهام. وهنا ظهر السؤال اللي انت سألته لنفسك، ليه سعر اللعيبة الإنجليز عامل كده؟ يعني على حسب معرفتي منتخب إنجلترا مش الأقوى في العالم ولا حاجة، وما عندهمش ميسي وما عندهمش رونالدو، ده حتى آخر لاعب من إنجلترا فاز بالكرة الذهبية كان مايكل أوين، وده من أكتر من 20 سنة. الإجابة بقى على السؤال هو بالظبط اللي احنا قلناه في الجملتين اللي فاتوا دول، إن إنجلترا ما عندهاش ولا حاجة مميزة، لا لعيبة أسطورية ولا منتخب مرعب. وهنا اتدخل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم وفرض قاعدة على كل الأندية المشاركة في الدوري الانجليزي، وقرر الاتحاد الانجليزي بإلزام كل الأندية الانجليزية بوجود 8 لاعبين يكونوا هوم جرون داخل قائمة كل فريق. وخد بالك بقى من معنى الكلمة دي علشان فيها تفاصيل كتير وهقولك ازاي. معنى الهوم جرون يعني اللاعب المحلي أو اللاعب اللي نشأ في أكاديميات أي نادي إنجليزي، يعني خلال المراحل السنية في الناشئين أو الشباب يكون بيلعب في أي نادي إنجليزي والسلام. تقول لي بس كده يعني؟ أقول لك لا طبعاً، أصبر، في حاجة تانية مهمة وهي الأهم في موضوع الأسعار ده، وهو إن اللاعب يكون اتسجل في قائمة الفريق الأول لمدة 3 سنين على الأقل قبل ما يكمل 21 سنة. وخليني بقى أديك أمثلة علشان تفهم الموضوع ده بالراحة. بص يا سيدي، أي نادي إنجليزي بتكون قائمته عبارة عن 25 لاعب أكبر من 21 سنة، ده الحد الأقصى يعني، بالإضافة لأي عدد من الناشئين تحت 21 سنة ومن أي جنسية، المهم يبقى 21 سنة حتى لو كانوا 50 لعيب. لازم بقى يكون فيه 8 لاعبين من ال 25 الكبار دول يكون بينطبق عليهم مبدأ اللاعب المحلي. يعني مثلا نادي أرسنال الموسم اللي فات كان مسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي لاعبا تحت 21 سنة، وكمان كان مسجل المدافع الفرنسي جابرييل ساليبا كلاعب من ضمن 8 لاعبين اللي نشأوا محليا، لأنه تسجل مع الفريق الأول وهو عنده 18 سنة، وبكده يكون حقق الشرط الأهم في موضوعنا النهاردة. ونفس الموضوع حصل مع بول بوجبا لما رجع مانشستر يونايتد، كانت بتتم معاملته على إنه لاعب هوم جرون لأنه في مراحل الشباب قعد 3 سنين مسجل في قائمة الفريق الأول قبل ما يروح يوفنتوس أيام فيريكسون. وأشهر مثال على اللاعب اللي ينطبق عليه اسم لاعب محلي رغم إنه ما كانش إنجليزي هو سيسك فابريجاس اللي انتقل لأرسنال وهو عنده 16 سنة بس، لكنه تسجل في قائمة الفريق الأول وبقى ينطبق عليه القاعدة دي. والاتحاد الإنجليزي بيسمح إن لو اللاعب ده عيد ميلاده في شهر أكتوبر مثلا فتمام هنعديها ونحسب الموسم الثالث اللي تم فيه 21 سنة كأنه معانا علشان يسهل الموضوع شوية. وعلشان كده تلاحظ إن لعيبة زي رحيم ستيرلينج أو سانشو وحتى هاري كين نفسه بيتم تقديرهم بأسعار أكتر من قيمتهم الحالية لأنهم ببساطة بيضربوا عصفورين بحجر واحد. وأكتر مثال مجنون في موضوع أسعار الإنجليز ده حصل في صيف 2015 لو أنت فاكر، لما مانشستر سيتي اشترى رحيم ستيرلينج بأكتر من 60 مليون يورو، مع إن قبلها بسنتين بس أرسنال اشترى مسعود أوزيل من ريال مدريد مقابل 46 مليون يورو، مع إن أوزيل وقتها كان أفضل صانع ألعاب في العالم وكان جزء أساسي من تشكيلة ريال مدريد. فما فيش أي عقل يقول إن رحيم ستيرلينج سعره يكون أكتر من أوزيل
غير لو انت سكران بقى. لكن ولان ستيرلينج لاعب هوم جرون فتم تقديره بسعر مبالغ فيه عن الطبيعي كالعادة. وللسبب ده بدأت الأندية الإنجليزية في التعاقد مع لاعبين شباب بشكل كبير في السنوات الأخيرة. والمنطقي دلوقتي برضو انك تسألني سؤال صغير، اسألني ايه يعني اللي هيحصل لو اي نادي منفس موضوع التمن لعيبة دول؟ إيه انت بتختبرني عزيز المشاهد يعني؟ اقول لك سؤال ذكي ونبيه، وانا بصراحة كنت مستنيه جدا. زي ما اتكلمنا اول الفيديو ان قائمة اي نادي بتكون عبارة عن 25 لاعب اكبر من 21 سنة، ولازم يكون منهم 8 لعيبة هوم جرون او نشأوا في اكاديميات انجليزية. طب لو ما حصلش بقى ايه يحصل؟ بيتم تخفيض عدد اللاعبين اللي في قائمة الفريق ده، زي ما حصل السنة اللي فاتت مع اكتر من نادي. واكتر نادي تأثر بالقصة دي كان نادي ولفرهامبتون، واللي قيمته كانت 19 لاعب بس، لانهم كان عندهم 4 لاعبين فقط هوم جرون، وبالتالي تم تقليص القائمة واتحرموا من وجود 6 لاعبين في قائمة الفريق. طيب انا حسيبك تسأل اخر سؤال في الفيديو، وهتسألني وتقول لي هو القانون ده اتعمل ليه اصلا؟ ايه الهدف يعني من القصة دي؟ اقول لك انا بقى، انت تسأل وانا اجيب. الاتحاد الانجليزي شاف ان قاعدة اللاعبين الشباب بيتم تجاهلها لصالح اللاعبين الاجانب، وده بشكل ما اثر على مستوى اللاعبين دول، وبالتالي التأثير على مستوى الكرة الانجليزية والمنتخب ككل. وكجزء من خطة تطوير كان هدفها تطوير الكرة الانجليزية على صعيد اللاعبين والمدربين، قرروا ان قاعدة زي دي هتزود فرص اللاعبين الشباب في اللعب في اقوى دوري في العالم. وخلينا نتفق اتفاق ان القاعدة دي يا صديقي اظهرت لنا لعيبة في المنتخب زي بيلينجهام وديكلان رايس وجيمس وارنولد. وخد عندك دي بقى، حسب تقرير الصحفي جيرارد براند على سكاي سبورت في 2020، قال هناك مقترح بزيادة عدد اللاعبين الهوم جرون ل 12 لاعب في كل فريق. علشان كده بقى يا صديقي بتلاقي اسعار الانجليز مبالغ فيها بشكل ملحوظ، لان الاندية دي بتشتري لعيبة انجليز لمجرد انها تكمل قائمتها بال 25 لاعب بدل ما تتعاقد. وكأن الاتحاد الانجليزي بيحاول يطور من امكانيات لاعبته، فقرر يرخم على كل اندية البريمير ليج. وبس كده يا صديقي، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. ها، واشوفك في الحلقة الجاية. سلام.